النص ده انا عندي عتاب، انا بجيب من عندي عتاب على سياده الرئيس، وما اعرفش برضه ما مدى امكانيه تنفيذه. هو كده كده بيتفرج على الوقت ده السلوت نتمنى ده نتمنى في القاهره والناس يا سياده يعني. الرئيس عشان كده انا جيت البرنامج في التوقيت ده. سيشن الرئيس قاعد ايه؟ ماشي خلاص. سياده الرئيس، في طريقين للاصلاح دايما يعني هم الف ب الاصلاح، التعليم وده مشواره طويل ولينا تحفظات عليه مش وقتها دلوقتي. الطريق الثاني هو تنفيذ القانون بشراسه وبعنف، ده اللي احنا ما زلنا بنحلم بيه ومستنينه. امسك اي انضباط في مصر كلها، قانون المرور، قانون التحرش الجنسي، محدش يستهيفه ويقول ايه لا ده بيبوظ السياحه وبيطفش السايح. اي قوانين المحليات اللي هي اشغالات الطريق والمباني، كل الكلام ده عايزين في شده وحسم غير طبيعي. يعني عايز اقول لك ايه، بقسوه، وساعتها هفكرك هتبقى مصر حاجه تانية خالص. انا اتمنى ده، بس احمد سالم لما يوجه رساله للرئيس لازم يوم يقف صح، وانت بتكلمه طبعا طبعا. بس انت ما اتكلمتش يا عم، عايز تدخلني السجن. احنا بقى بنتكلم براحتنا، وابن البلد اللي انا بمثله في البرنامج ده بيبعت تحيه للرئيس وبيقول له على الهوا كده 18 شهر الجايين فاصلين في فتره حكمك. وانا ابن البلد اللي بمثله برضه في هذا البرنامج، بس انا بمثله بالجلابيه، انت بتمثله بالجرافات. لا لا كرافته دي هنا بس ماشي، وان فعلا 18 شهر الشغل يعني. خدها مني.